صباح الخير على العيلة الجميلة. أنا واد عمكو نادر بطرس، بس ده سكند فيرجن اوف هيم، يعني هو ده من الفرع الدواني. بس قلت أصبح عليكم وأقول لكم كده حكاية طريفة تفتتحوا بيها اليوم. يعني ممكن تحط سمايل خفيفة كده على شفايفكو وتنبسطوا. كان في واحد مش بلدياتنا، لا، واحد مصراوي فافي اتعين في الصعيد، واضطر بقى ايه يسافر. فسافر وهو في الصعيد الدواني، وقع بين عالتين الدشاشنة والهوارة، وكانوا بيتعاركوا. طار بقى طار طار بايت بقى، ما انت عارفين الطار في الصعيد. وطخ طخ 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 طخ، ضرب نار من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. هو قال: ايه يا بوي اللي دبك هنا؟ وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ وده اجلك يا بوي. وراح طلع داري على الناحيه، من الناحيتين طلع داري عليهم، وراحوا مسكينه قالوا له: ايه ده انت مين وايه اللي دبك هنا؟ هو انت معانا ولا مع التانيين؟ قال لهم: انا طبعا معاكو. قالوا له: طب احنا بقى التانيين. طخ 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 طخ. وقتلوه. باي باي.